السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للفيديو اللي فات كنا شفنا لي ديريفي وهضرنا على كل علاقة من العلاقات ديال لي ديريفي ايزويل وقدمنا مثال لكل وحدة. في هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندخلو شوية اكثر، يعني غادي نوصلو حتى للطبق فارياسيون، حيت ملي كنفهم لي ديريفي كيولي خاصني كيكون مطلوب مني انني خاصني نوضع طابلو فارياسيون اولا نحط طابلو فارياسيون. بالنسبه لهذه الحلقه هذه غادي نحاولوا ما امكن نشوفوا بعض الدول اللي تحطوا في امتحانات وطنيه، يعني اما ديال العلوم التجريبيه يعني سيونس فيزيك او لا اس في تي حيت كيكون نفس الامتحان، اولا ناخذوا امثله من الشعبه ديال الايكونومي اقتصاد. دونك نشوفوا الداله الاولى. بالنسبه للداله الاولى هي الداله ديال امتحان وطني 2008 شعبه علوم فيزيائيه، هذه كانت هي الداله المساعده اللي كتحط في الاول ديال الاكزام. واذا هذه الداله هذه غادي نقوموا بالحساب ديال الديريفي ديالها. قبل من هذا الشيء خاصني نحدد مجموعه التعريف لحسن الحظ ان في الامتحان الوطني كتكون معطيه للتلاميذ الثانيه بكالوريا لونسوم ديفينيسيون ديال لا فونكسيون، يعني كتكون ديجا مكتوبه الفوق بحال دابا هذه عندنا جي دو اكس ايغال اكس ناقص ال ان دو اكس. دونك خاصني x يعني اللي وسط ln دو x هو اللي عندي فيه المشكل، يعني خاص يكون ان نمبر بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف كيف ما شفنا في الفيديو ديال الحلقه الاولى ديال الان داله الان معرفه على 0 بلس انفين. اذا هاد x اللي غادي يكون خدام عليه خاص يكون ابارتين ان 0 بلس انفين اللي هي لونسوم ديفينيسيون. هاد المعلومه هاد فين كتنفعني؟ كتنفعني غادي تنفعني في طابلو فارياسيون، حنا غادي نشوفو. واذا نحسبو نكتبو بعدا لونسوم ديفينيسيون ونحسبو لا ديريفي ديالنا. دونك انا كتبت هنا الفوق مجموعه التعريف ديال الداله، عندنا دي دو اف قلنا هي 0 بلس انفيني حيت الوقت اللي غنوصل للطابلو د فارياسيون دائما في طابلو د فارياسيون كتكون عندي لونسوم ديفينيسيون هي اللي مكتوبه الفوق كيف ما غادي نشوفوا. واذا نبداو نحسبوا دابا لا ديريفي. اذا كنلاحظوا ان هاد الداله اللي عندي يعني ماشي ما فيها لا جداء وما فيها لا كسر، يعني ما فيهاش داله مضروبه في داله وما عنديش فراكسيون يعني فونكسيون على فونكسيون. اذا جي بريم غادي نحسبوها مباشره، دونك جي بريم دو اكس ايغال غندير لا ديريفي ديال اكس اكس بريم موان 2 فوا ال ان دو اكس بريم. من بعد كنكمل الحساب، يعني الديريفي ديال اكس عندي هي 1، يعني غتبقى عندي جي بريم دو اكس ايغال 1 موان ولا ديريفي ديال الان قلنا هي ان سير اكس، يعني غتبقى ليا هي جوج على اكس. ملي كنوصل لهاد المرحله هادي كنولي خاصني ايتيدي لو سين دو جي بريم، يعني خاصني نلقى اشاره ديال جي بريم. وباش نلقى الاشاره ديال جي بريم يعني خاصني نمر من الجمع للضرب، حيت الجمع ما كيعطينيش الاشاره ولكن الضرب ملي كيكون عندي الضرب يعني فونكسيون مضربه فونكسيون تنقدر نحدد الاشاره. واذا هنا غادي نوحد المقام، حيت كيف ما كنعرفوا ان الاشاره ديال ا فوا ب هي الاشاره ديال ا على ب، يعني حتى ملي كيكون عندي الكسر كنقدر نحدد الاشاره. دونك غتبقى عندي جي بريم دو اكس ايغال اكس موان 2 سور اكس. دونك وصلنا دابا لهاد المرحله. من بعد هاد المرحله خاصني نحدد اشاره ديال جي بريم دو اكس. هنا كنرجع لمجموعة التعريف، في مجموعة التعريف عندي هاد اكس اللي عندي هنا ابارتيان لمن 0 بلس انفيني، دونك راه داك اكس راه عندي ستريكتومون بوزيتيف اكبر قطعا من الصفر، وبالتالي ها علاش حنا كنردوها على شكل جداء او على شكل كسر، يعني عندي هنا كسر بحال شكل ا على بي. دونك الاشارة ديال جي بريم شنو غتكون؟ انا عندي هاد اكس اللي عندي في المقام راه موجب بوزيتيف، علاش؟ حيت حنا راه خدامين المجموعه التعريف ديالنا كامله خدامه هي 0 بلس انفين، دونك راه اكس راه بوزيتيف. اذا المقام عندي موجب، دونك الاشاره ديال جي بريم غتكون عندي الاشاره ديال اكس موان 2. دونك هنا تنكتب لو سين دو جي بريم دو اكس سي لو سين دو اكس موان 2، يعني الاشاره ديال جي بريم دو اكس هي الاشاره ديال اكس موان 2. دابا هنا خاصني نحدد الاشاره ديال اكس موان 2، الا حددت الاشاره ديال اكس موان 2 غنعرف الاشاره ديال جي بريم وبالتالي غنقدر نزور طابلو فارياسيون. دونك دابا نحدد الاشاره،
عندنا إذا كانت يعني جي بريم دو إكس إيكال أ زيرو، يعني كنحلو هاد ليكواسيون هادي باش كنشوفو، باش كنشوف جي بريم هادي فين كتنعدم. جي بريم دو إكس إيكال أ زيرو إيكيفالون إكس موان دو إيكال أ زيرو، علاش؟ حيت الدينوميناتور دائما خاص يكون تيخالف صفر، المقام دائما خاص يكون كيخالف صفر. يعني إذا كانت عندي واحد فراكسيون، يعني فونكسيون على فونكسيون إيكال أ زيرو، دائما البسط هو اللي عندي كيكون كيساوي زيرو، المقام دائما تيخالف صفر. وإذا نكمل إيكيفالون إكس إيكال أ دو، دابا هنا عرفنا أن جي بريم فين عندي كتأنيولا، يعني لقينا أنها كتأنيولا في دو. دابا في هاد الحالة، في هاد اللحظة هادي، غادي نحطو طابلو د فارياسيون ديالنا، كنتراسيو على هاد الشكل. هنا الفوق تنكتب إكس، يعني هنا تيكون عندي إكس، وهنا في هاد البلاصة هادي لي أون فاس إكس كنكتب لونسومب ديفينيسيون ديالي، يعني لونسومب ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. لا فونكسيون حنا قلنا راه ديفيني في زيرو بلس لانفيني، إذا هنا خاصني نحط زيرو بلس لانفيني. غادي نحط زيرو بلس لانفيني، فهمنا؟ ملي كنكتب زيرو بلس لانفيني، دابا كنرجع واحد السؤال، زيرو واش عندي داخل في لونسومب ديفينيسيون؟ زيرو ما داخلش، يعني عندي زيرو اكسكلو، يعني لونسومب ديفينيسيون ديالي هي زيرو بلس لانفيني وزيرو ما داخلش، حيت اكس خاص يكون اكبر قطعا من الصفر، حيت قلنا ان ال ان ديال زيرو ما كاينش، وبالتالي زيرو ما كاينش في لونسومب ديفينيسيون. دونك كنديرو لي بارير عليه، يعني كنحيدو من المجموعة التعريف، كنحيدو، يعني زيرو راه اكسكلو، هاد جوج ديال لي بارير، يعني تنقصدو بهم ان زيرو راه ما كاينش. من بعد كنحط لو بوان فين كتانيولي ليا جي بريم، راه ماشي دايما كتكون عندي جي بريم كتانيولا، في هاد لو كا هادي عندي جي بريم كتساوي لنا زيرو في لو بوان اكس تيكال دو. ممكن تكون عندي شي مرات جي بريم يعني ستريكتومون بوزيتيف، ممكن غنشوفو بحال هاد الحالات هادو. اذا نجي هنا غادي نحط جوج، يعني في دو جي بريم كتانيولا، هنا كنكتب جي بريم وهنا كتانيولا، يعني راه جي ديال جي بريم دو زيرو ايغال عفوا جي بريم ديال اثنان ايغال زيرو، هنا كندير زيرو. علاش؟ حيت جي بريم ديال جوج كتساوي ليا زيرو، فهمنا؟ دابا لو سين اللي هضرنا عليه هنا، جي بريم اللي كنا لقيناها، لقيناها هي اكس ناقص جوج على اكس، لقيناها هي اكس ناقص جوج على اكس. دابا اكس ناقص جوج هانت، يعني قلنا لو سين ديال جي بريم دو اكس هو لو سين ديال اكس موان دو، يعني عندي اكس موان دو هذا فين غادي يكون بوزيتيف؟ غيكون بوزيتيف فوقاش غادي يكون، فوقاش غيكون عندي كبر من زيرو؟ غيكون بوزيتيف الا كانت عندي اكس كبر او تساوي اكبر او تساوي جوج، يعني من جوج بلس تافين غتكون عندي بوزيتيف، ولا كانت اكس فوقاش غتكون اكس ناقص جوج فوقاش غتكون نيجاتيف، الا كانت عندي اكس صغر من جوج يعني هنا غتكون عندي نيجاتيف، فهمنا؟ دابا هنا غادي نتراسي، يعني الوقت اللي غتكون عندي جي بريم نيجاتيف كتكون عندي لا فونكسيون ديك كرواسونت، يعني نكتب هنا ديك كرواسونت، هاد لا فليت هادي راه ديك كرواسونت يعني نازله، والوقت اللي غتكون عندي جي بريم بوزيتيف دونك عندي جي هنا بوزيتيف، تفهمنا؟ وهنا كندير لي بورن، هنا في هاد لي بورن هنايا تندير لي ليميت. دونك انا جي دو اكس اللي عندي هذا هنا راه بحال البروينيون ديالي، انا جي دو اكس اللي عندي شنو هي؟ عندي جي دو اكس ايغال اكس موان دو ال ان دو اكس، صافي. يعني هنا في هاد الزيرو هادي غنحسب لا ليميت في زيرو بلوس، يعني خصني نحسب ليميت في زيرو بلوس ديال جي دو اكس. دابا هادشي راه في ليكزام نتوما غادي تشوفوه، الا قبلتو دابا امتحان وطني 2008 غتلقاو هاد لي كيسيون غيطرحو ليكم. دونك نعوض بزيرو بليس، كنعوض بزيرو بليس، نعوض هنا بزيرو ياك، غتبقى ليا هنا زيرو، ال ان ديال زيرو بليس هي موان لانفيني مع ناقص كتعطيني بلوس لانفيني. دونك هنا غادي نجي غادي نكتب بلوس لانفيني، هنا هنا راه عندي بلوس لانفيني دابا، يعني راه هابطة ليا من بلوس لانفيني لواحد لا فالور، صافي. والليميت بلوس لانفيني حتى هي خاصني نحسبها، لا ليميت بلوس لانفيني هادشي خصنا نحسبوه. دابا نورمالمون في الامتحان راه هادشي كيكون مطلوب منك تحسبوه، دابا انا كنحسبوه باش نكمل الطابلو فارياسيون. نحسب الليميت بلوس لانفيني ديال جي دو اكس، عندي هي الليميت بلوس لانفيني
ديال اكس موان 2 ln 2 اكس. وفي الحلقه ديال لي ليميت قلنا الوقت اللي كنبغي نحسب لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني او لا او فوازيناج بلس لانفيني، وكتكون عندي ديك لا ليميت فيها اكس ln 2 اكس كنفاكتوريزي بالكبير، والكبير عندي هنا هو اكس. في الفيديو الاول ديال الان راه هضرنا وبينا ان ln دو اكس راها اصغر او تساوي اصغر قطعا من اكس، بينا اذا غادي نفاكتوريزي هنا فاكتوريزي باكس. دونك ليميت بلس لانفيني اكس فاكتور 1 ناقص ln دو اكس على اكس. دائما ملي كنعمل شي حاجه كنقسم عليها، دونك الا قسمتي اكس على اكس غتعطيك واحد، ولا قسمتي ln دو اكس على اكس هي هذه، يعني فاش نضرب اكس في اكس هي اكس، وفاش نضرب اكس في واحد هي اكس، وفاش نضرب اكس في ln دو اكس على اكس نسامبليفي تبقى لي هي. واذا ملي غنبغي نحسب هنا لا ليميت نعوض، كنعرف ان ln دو اكس على اكس ليميت بلس انفيني ديالها هي زيرو، وغتبقى لي هنايا واحد ناقص زيرو هي واحد، واحد في بلس لانفيني حيت اكس غنعوضها بلس لانفيني غتبقى لي هي بلس لانفيني، وبالتالي لا ليميت بلس لانفيني دو جي دو اكس كتعطيني بلس لانفيني. غادي نجي طابلو دو فارياسيون وغادي نكتب بلس لانفيني هنا، يعني ليميت بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دابا بقات ليا غادي نحسب جي ديال جوج، دابا غادي نحسبو جي ديال اثنان. جي ديال جوج نمشي غادي نعوض في جي دو اكس، يعني فيما غادي نلقى اكس غادي نعوضها ب 2. دونك جي ديال 2 حنا جي دو اكس عندي هي اكس ناقص 2 ln دو اكس، يعني غادي نعوض اكس نعوضها بجوج، يعني تبقى لي هي 2 ناقص 2 ln ديال 2، هادي هي جي دو اكس عندي. فهمنا جي دو جي ديال 2، وهاد لا فالور هادي غادي نحطها هنا، هنا كتكون عندي دائما جي ديال 2. هنا غادي نكتب جي ديال اثنان، نورمالمون تما كتكون عندي لا فالور، غادي نحطها تما. واذا كما قلنا طابلو دو فارياسيون غيولي عندي بحال هاد الشكل، بحال هاد الشكل، يعني فونكسيون جي ديكخواسونت في زيرو دو وكخواسونت في زيرو بلس لانفيني. دابا هنا كاين واحد لا كيستيون، يعني طالبين منا نلقاو نبينو ان جي دو اكس فونكسيون بوزيتيف في الانترفال 0 بلس انفيني، يعني خاصني نبين. دابا هادو حوايج اللي خاصنا نتعلمو كيفاش نجبدوهم من طابلو دو فارياسيون. دونك بغاونا نلقاو ان كيلك سوا اكس ابارتيان 0 بلس انفيني، عندنا جي دو اكس ستريكتومون بوزيتيف. هادو حوايج اللي خاص ضروري التلميذ يتعلمهم كيفاش يجبد لا فونكسيون يبينها انها راه بوزيتيف من طابلو دو فارياسيون. دونك هنا كاينه واحد الطريقه اللي سريعه تبان لينا، وانه شوف كنشوفو في طابلو دو فارياسيون شنو كيبان ليا هنا، كنلاحظو ان لا فونكسيون ديالي هابطه من بلس لانفيني لواحد لا فالور اللي هي جي ديال 2 وطالعه لبلس لانفيني. دونك كتجي من بلس لانفيني وكتهبط لجي دو 2 وكتطلع البلس لانفيني. سو كيف هنا شنو غادي نقدر نقول؟ الا كانت عندي هاد جي ديال 2 بوزيتيف راه الفونكسيون ايفيدامون غادي تكون بوزيتيف، حيت كنجي انا من بلس لانفيني وكنهبط لواحد لا فالور لي بوزيتيف وكنعاود نولي نطلع البلس لانفيني، اذا لا فونكسيون راه بوزيتيف. هنا كنقولوا ان جي ديال 2 سي اون فالور مينيمال دو جي، و بويسكو لا فالور مينيمال دو جي اي بوزيتيف دونك لا فونكسيون اي بوزيتيف. تفهمنا؟ هادي ميثود، يعني كنكتبها هكا اون ليتر، تنقول اون جي دو دو اون فالور مينيمال دو جي دو اكس، اي بويسكو جي دو دو فالور بوزيتيف او لا ستريكتومون بوزيتيف، دونك كيلك سوا اكس ابارتيان جي جي دو اكس ستريكتومون بوزيتيف. هاد الهضره كنكتبوها هكا. من بعد كاينه ميثود وحده اخرى، اتون نكتبو هادي. Donc, on a selon le tableau de variation, G2 est une valeur minimale de G, et puisque G2 est strictement positif, donc, quel que soit X appartient à 0 plus l'infini, G de X est strictement positif. Pour le G de l'itnan, à
اكبر قطعه من الصفر هذه راه عندنا عطاوها لكم في الناسيونال، دابا اللي قبض الناسيونال 2008 هي القوه مكتوبه الله. يعني لاحظ ان الجي ديال الاثنان راه ستريكتومون بوزيتيف. والى هنا غادي تسالي الحلقه ديالنا، والى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش الدعم ديالنا بالاشتراك والبرتاج والضغط على الجرس، وشكرا.